اتسرعت في تحديد ميعاد الفرح. شهور العدة وخلصت ومحدش له عندي حاجة. يا أكرم افهمني، الموضوع ده على قد ما هيضر بس أنا محتاجاه. فاهمك، بس دلوقتي هادي بيكلمني من امبارح. عايز ايه؟ مفيش، بيكلمني في الشغل، بس واضح كده ان هو عايز يتاكد من قرار الفرح. وانت قلت له ايه؟ عملت عبيط طبعا، وبعد كده خدته لمواضيع الشغل. اوكي. طب هنحط ايه مكان الفيديو ده؟ حط مكانه اي حاجه ديسنت او إليجنت او حط سيشنات الفرح وخلاص. صوره معينه ولا حاجه؟ أكرم خلاص أوكي، أنا هتصرف، أنا هنزل أتابع الترتيبات وأنت لو فضيتي تنزلي تعملي تشيك أب. أوكي ميرسي يا أكرم إن أنت جنبي، ميرسي إنك عمرك ما خذلتني. لو أنا اللي مش جنبك مين اللي هيبقى جنبك؟ أبوك موصيني عليكي. صحيح أنا ما بعملش بالوصية وبعافر معاكي. لا 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 لا، الموضوع مش محتاج دراما خالص، إحنا في فرح. أنت نسيت؟ أنت صح، أنا اللي مطمني إني شايف في عينيكي سعادة ما شفتهاش من زمان في نفس اليوم اللي زي ده. هتبقي أحلى عروسة. هو ده. هو أنت لسه مصمم إن إحنا نقضي شهر العسل في البحر المفتوح؟ طب بذمتك كده يا روحي، في مكان في الدنيا دي كلها أحلى من البحر؟ ده إحنا هنقضي شهر عسلنا على يخت، يعني كل يومين هنبقى في مكان شكل. ايوه بس انت عارف ان انا بتوتر من البحر المفتوح، نقضي فيه شهر. تقلقيش يا روح، عقدتك من البحر دي انا وعدتك ان احلها لك، وبعدين ما انت طلعتي معايا على اليخت كذا مره، حصل حاجه او تغيير ولو ما ارتحتيش نبقى نرجع. انا بس اللي مش قادر استوعبه انت ازاي بتخافي من البحر وانت شغلك كله عليه. اديك قلت شغل، تقدر تسميه اني مضطره او متعودة. متعودة، طيب يعني اديني فرصة اكسر لك الروتين ده. أنا عايز أفهم حاجة، أنت بقالك قد إيه ما طلعتيش من المنتجع هنا؟ ياه بقالي مش فاكرة. مسجونة يعني. طبعًا لازم تترعبي، بس لازم تفهمي يا فريدة إن أنا بحب السفر جدًا. إيه يا حاج؟ اسكتي خالص، مش عايز أسمع صوتك، هسيبك معايا بعدين. هادي لو سمحت، أنا مش عايزة فضايح ومش عايزة حد يتفرج علينا، تعال تعال بقى. أنا هعرفك بقى. هي فضايح بقى. لولاها بس. خلاص خلاص.